بيروت تفتح بما يكفي لتجريب لغة أخرى، جسما آخر، لأرشفة وأرواح متعبة. هل تتبوح؟ سألت نفسها وهي تكتشف أعضاء أخرى نبتت لها في مرايا العالم، في ممشى لا تضلله المياه. كنت صغيرة، كانت عندي تقريبا شي 3 سنين. كانت انطلاقة حقيقية لمشاركتي في مهرجانات الإبداع، ساعدني بزاف. شيئا فشيئا أصبح جزءا من عالمها، أرتخي، أصير أمكنة يعبر بها أشخاص، تارة تظهر ملامحهم وتارات أخرى تختفي.